من هنا من قبة الغوري بننقل لحضراتكم فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف بعنوان نور البدر تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وأيضا تحت قيادة المايسترو انتصار عبد الفتاح. بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عقد الفنان انتصار عبد الفتاح احتفالية دولية كبرى بعنوان نور البدر بقبة الغوري والتي تضمنت برنامجاً متنوعاً ومميزاً. احتفالية دولية كبيرة الحقيقة، وإحنا لسه مخلصين مهرجان سماع الدولي، والحقيقة معانا النهاردة إندونيسيا ومعانا سوريا ومعانا فلسطين وبالإضافة لمصر فرقة سماع طبعا اللي أنا أسستها 2007 ولها مكانة دولية على مستوى الحقيقة العالم. وطبعا هذه الاحتفالية تحت رعاية وزارة الثقافة وفي نفس الوقت بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. فالحقيقة هي احتفالية مليئة بالحب والدفء، وكلنا متحمسين الحقيقة لهذه الاحتفالية على عطرة الجميلة. جاءت الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وبمشاركة فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية. النهاردة طبعاً احنا بصدد الاحتفالية المولد النبوي الشريف برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. الاحتفالية رؤية فنية الفنان انتصار عبد الفتاح بتضم أكثر من ثقافة، والفنان انتصار بيتميز بالورشة الدولية اللي بيعملها مع كل هذه الثقافات المختلفة. انا دايما بحب احضر اي احتفال بيعمله دكتور انتصار، يعني بحس بطاقه ايجابيه جامده جدا، ودايما هو بيدعم السلام النفسي قبل السلام العالمي. انا ما بفوتش اي حفله دايما بحضرها، وطبعا حفلاته بتعتبر بلا مقابل، يعني مقابل رمزي جدا. لو احنا حضرنا في اي يوم تاني هتبقى باضعاف المبلغ اللي انا دافعه دلوقتي، فانا بيديني طاقه ايجابيه اكمل بيها عموما. الله 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 الله.